تميز بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والمتابعة الدؤوبة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم في منطقة الظفرة، والرعاية الكريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة. وبالتأكيد فإن جميع المشاركين والداعمين والرعاة والشركاء ورواد التراث هم عناصر النجاح لهذا المهرجان اللي يختتم فعالياته التراثية والثقافية اليوم بعد أن عاشت مدينة ليوة عرسها التراثي السنوي على مدار 9 أيام كانت حافلة بالمشاركات النوعية والجوائز المميزة والفعاليات الهادفة اللي تحققت معها أهداف المهرجان في تعزيز وترسيخ ثقافة شجرة النخيل ودعم المزارعين وتشجيعهم للاهتمام بشكل أكبر بالجائزة المباركة والسعي الدائم لتحسين وتطوير الإنتاج لشجرة النخيل وأشجار الفاكهة الأخرى اللي تعزز منظومتنا الغذائية وتشكل الاستثمار الأمثل للأرض الزراعية بعد أن وفرت الحكومة الرشيدة كافة أسباب النجاح للمشاريع الزراعية النوعية. جمهورنا العزيز، بناخذ معاكم جولة في أرجاء خيمة المهرجان وبنرجع معاكم لإعلان نتائج مسابقة اليوم، نتائج مسابقة النخبة، نتائج مسابقة المزارعين المتميزين. بناخذ لقطات معاكم وراجعين إن شاء الله لإعلان النتائج. مشاهدينا الأعزاء، مع والنواميس والإنجاز اليوم الختامي لمهرجان اللي شهدت إقبال كبير المزارعين أصحاب أفضل وتضمنت صفرة لنخبة الرطب ومسابقة المزرعة النموذجية ومسابقة أجمل مجسم تراثي، وتم تخصيص جوائز كبيرة للفائزين بالمراكز الأولى في هذه المسابقات من إجمالي جوائز المهرجان اللي تتجاوز 8 مليون درهم. بنروح معاكم لنخبة ليوة، الذهب، أهل الإنتاج، المتميز. اليوم بنروح معاكم لمسابقة الذهب. اليوم عندنا شوط بيرق، في مسابقة نخبة ليوة مهرجان ليوة للرطب. نفس ما عندنا بيرق في مهرجان الظفرة عندنا في مهرجان ليوة. اليوم مسابقة نخبة ليوة بنعلن معاكم هل التميز، أي واحد يسمع اسمه فهو في دائرة التميز. اليوم عندنا 15 اسم، 15 مزارع مبدع معاكم على المركز الـ15 وراح من نصيب. مبروك، يستاهل ثمار نتائجهم. 19 المركز 1000، مبروك. نروح معاكم مشاهدينا مبارك سالم سعيد المنصور والتميز، هذيلا كلهم اسامي مميزه، اسامي ذهب، اسامي انتجوا جوده فاخره وجوده عاليه
من الانتاج انك انت تشارك في مسابقة ليوة في نخبة ليوة، هذا مش اي مزارع يدخل فيها. انت اليوم تميزتوا، بنروح معاكم للمركز الـ12 سيف بخيت، سيف مرشد المرر، الف مبروك الف مبروك على هذا التميز. والمركز الـ11 راح من نصيب خليفة محمد فريع هلال القبيسي، الف مبروك، ويستاهلون جمهورنا العزيز، يستاهلون الصفقة، والف مبروك. ونروح معاكم المركز الـ10 قماشة سيف بطي المزروعي، الف مبروك. والمركز التاسع راح من نصيب حميد سعيد محمد سلطان العرياني، الف مبروك على هذا التميز وعلى هذا الانتاج الراقي. المركز الثامن نصيف سعيد زوجة سيف ثامر خلفان المرر، الف مبروك على هذا التميز. ونروح معاكم للمركز السابع ميرا علي مرشد المرر، الف مبروك، مشاركة إبداعية. ونروح معاكم المركز السادس سريعة عامر يديد المنصوري، الف مبروك. المركز الخامس مشاهدينا وحضورنا، المركز الخامس في مسابقة نخبة ليوة في مسابقة مناجم الذهب، اليوم انتجولنا ذهب. المركز الخامس مبارك جمع مبارك صلهوم القبيسي، الف مبروك الف مبروك الف مبروك. المركز الرابع معلى علي مرشد خميس المرر، الف مبروك. شو هذا التميز، شو الانتاج. وصلنا معاكم حضورنا ومشاهدينا الكرام الى الثلاث المراكز الذهب، مراكز الذهب في مسابقة نخبة ليوة. والمركز الثالث في مسابقة نخبة ليوة لمهرجان ليوة للرطب راح من نصيب صلهام حرموس سعيد صالح المزروعي، الف مبروك على هذا التميز، الف مبروك. عندنا مركزين في مسابقة الذهب مسابقة نخبة ليوة. المركز الأول اسم متميز واسم أبدع واسم أنجز، واسم اليوم سيف صياح سالم طماش المنصوري، ألف مبروك على هذا التميز، ألف مبروك على هذا الإنتاج. والمركز الثاني راح من نصيب ورثة عيسى فارس سعيد المزروعي، ألف مبروك على هذا الإنتاج، ألف مبروك على الفائزين في مسابقة ليوة لنخبة الرطب الأفضل والأجود. بنروح معاكم مشاهدينا وحضورنا، خصصوا مناسبة ومسابقة خاصة لمسابقة الظفرة لنخبة الرطب، مسابقة البيرق لنخبة الرطب. الظفرة يا هل الظفرة، تميز هل الظفرة وخذ المركز الـ15 من إنتاج الذهب من إنتاج النخبة، راح من نصيب المركز الـ15 في مسابقة الظفرة لنخبة الرطب. الحاي سعيد سندي سيف المرر، ألف مبروك. يستاهلون على التميز، يستاهلون على الإنتاج. والمركز الـ14 ناصر الخيل، جمهورنا صفقة ويستاهل الجودة. حكم 13 المركز خميس المرر، ألف مبروك على هذا التميز، يستاهل الصفقة. المركز الـ12 راح من نصيب عبيد علي مرشد خميس المرر، ألف مبروك. اليوم عندنا أسامي مميزة.
المركز ال 11 راح مبروك، ألف مبروك. والمركز العاشر، المركز العاشر سيف ثامر خلفان سيف المرر، ألف مبروك، يستاهل 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 جمهورنا. والمركز التاسع، المركز التاسع راح من نصيب سالم علي مرشد خميس المرر، ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك. والمركز الثامن، المركز الثامن أحمد سيف محمد الفلاسي، أحمد سيف محمد الفلاسي، يستاهل يستاهل جمهورنا. المركز السابع، المركز السابع منصور علي سلمان محمد المزروعي، ألف مبروك ألف مبروك على هذا التميز. وصلنا معاكم إلى المركز السادس في مسابقة الظفرة لنخبة الرطب، مسابقة الذهب، مسابقة الذهب لنخبة الرطب. عندنا في المركز السادس حمد عيسى حبيب المزروعي، ألف مبروك ألف مبروك. والمركز الخامس، المركز الخامس في مسابقة الظفرة لنخبة الرطب حمد عيسى حبيب المزروعي، لا موزة محمد عفصان المزروعي، ألف مبروك. المركز الخامس موزة محمد عفصان المزروعي، ألف مبروك. الكل متميز اليوم، الكل متميز. المركز الرابع، المركز الرابع اسم مشاركاته في كل الأشواط وفي كل المسابقات. المركز الرابع راح من نصيب محمد أحمد دمين المنصوري، ألف مبروك ألف مبروك. وصلنا معاكم إلى الثلاث المراكز الأولى، ثلاث المراكز الذهب، الثلاث المراكز في مسابقة الظفرة لنخبة الرطب. اليوم بيوثقون أساميهم في الدورة 18 لمهرجان ليوى للرطب. اليوم بيوثقون أساميهم في هذا المهرجان اللي يحظى بدعم كبير واهتمام من القيادة الرشيدة. المركز الثالث في مسابقة الظفرة لنخبة الرطب عندي ثلاث أسامي، عندي عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي، وعندي سعيد سالم جابر سعيد المنصوري، وعندي ورثة عبد الله حاذا عبد الله المرر. وين بيروح المركز الأول؟ وين بيروح مركز الذهب؟ وين بيروح مركز الذهب؟ اليوم 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 الذهب، اليوم الذهب. وين ترشحون؟ المنصوري ولا المزروعي ولا المرر؟ المرر ولا المزروعي ولا المنصوري؟ المركز الثالث في مسابقة الظفرة لنخبة الرطب راح من نصيب سعيد سالم جابر سعيد المنصوري، ألف مبروك ألف مبروك. والناموس الناموس. وصلنا معاكم إلى المركز الذهب، المركز الأول في مسابقة الظفرة لنخبة الرطب. المركز الأول عند المرر ولا المزروعي؟ المرر ولا المزروعي؟ ما أسمع. المركز الأول راح من نصيب ورثة عبد الله حاذا عبد الله المرر، ألف مبروك ألف مبروك على التميز. مسابقة الظفرة لنخبة الرطب وراح المركز الثاني، المركز الثاني من عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي، ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك للفائزين في مسابقة الظفرة لنخبة الرطب. والمشاهدين الكرام بنختم بالإعلان عن نتائج منافسات أبرز مسابقات المهرجان. بنعلن معاكم تميز في المزارع النموذجية ومدن الظفرة. شوف جمهور، شوفوا جمهورنا، شوفوا الحماس، شوفوا الإبداع. اليوم اليوم الكل متنومس، اليوم اللي يسمع اسمه متنومس. بناخذ معاكم مسابقة المزارع النموذجية للمحاضر الشرقية والخميس فريح القبيسي. مشاهدينا وحضورنا الكريم، المركز الرابع في المحاضر الشرقية لمسابقة المزرعة النموذجية راح من نصيب علي عبيد خميس الخميري الزعابي، ألف مبروك
ألف مبروك جمهورنا، جمهورنا ما يصير ما يصير ما يصير ما يصير جمهورنا. هذيلا ناس تميزوا، هذيلا ناس يحتاجون ويبرزون دعمهم ويبرزون وقفتكم. المركز الثالث، المركز الثالث راح من نصيب خليفة محمد فريع هلال القبيسي. ألف مبروك المحاضر الشرقية، ألف مبروك، وصلنا معاكم إلى المراكز الذهب، إلى المركز الأول في المحاضر الشرقية في مسابقة المزرعة النموذجية. واللي راح من نصيب المركز الأول هلال خميس سعيد عوض المريخي، ألف مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك. والمركز الثاني راح من نصيب سعيد عتيق محمد عطشان الهاملي الناموس، وألف مبروك. ننتقل معاكم الآن للإعلان عن المحاضر الغربية. هل المحاضر الغربية جاهزين على الإعلان؟ المحاضر الغربية عندنا خمس أسامي مميزة، خمس أسامي منتجة، خمس أسامي متميزة. عندنا خمس أسامي في المحاضر الغربية، وبنبدأ معاكم بإعلان المركز الخامس. المركز الخامس في المحاضر الغربية لمسابقة المزرعة النموذجية رعد صالح عيد عبد الله الحربي، ألف مبروك، ألف مبروك على هذا التميز. ونبدأ معاكم في المركز الرابع، المركز الرابع، المركز الرابع في المحاضر الغربية راح من نصيب موزع تيق محمد القبيسي، ألف مبروك، ألف مبروك. وصلنا معاكم إلى الثلاثي الذهب، الثلاثي الذهب في المحاضر الغربية، الثلاثي الذهب في التميز في مسابقة المزرعة النموذجية. المركز الثالث راح من نصيب فاطمة عبيد جمع المزروعي وأبنائها، الله يحفظهم، مبروكين، مبروكين المركز الثالث. وصلنا معاكم إلى المركز الأول، المركز الأول حاضر الغربية ماخذ المركز الأول ناصر الخيره، ناصر الأخيلي، ألف مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك للتميز. المركز الثاني راح من نصيب أحمد عبد الله مبارك البوعينين المزروعي، ألف مبروك، ألف مبروك للمزارعين المشاركين في مسابقة المزرعة النموذجية. بننتقل معاكم إلى مدن الظفرة، مدن الظفرة مشاهدين مسابقة المزرعة النموذجية عبد الحميد. معكم إلى المركز، المركز الثالث راح من المركز الثاني. وصلنا معاكم إلى المركز قريب أحمد محمد، مبروك، ألف مبروك. مع العلم تم حجب الجافر الشروط، بننتقل أجمل مجسم، أجمل مجسم، أجمل مشاركة. اليوم عندنا شبيرق، اليوم ختامي، اليوم الأسامي المتميزة، اليوم يومهم، اليوم يوم الحصاد، اليوم اليوم اليوم. بناخذ معاكم مسابقة أجمل مجسم تراثي. عندنا عشر أسامي مميزة، عشر أسامي أبدعوا، عشر أسامي أبرزوا جماليات المجسم التراثي. المركز العاشر، المركز العاشر سلامة، مبروك، ألف مبروك وتستاهل. المركز التاسع، المركز التاسع في مسابقة أجمل مجسم تراثي. المركز التاسع شمس الهار،
المجسم تراثي. راح من نصيب موت. ألف مبروك في مسابقة أجمل الفان محمد المزروعي. المركز مريم حمدان. والمركز الخامس في مسابقة أجمل وأجمل ترتيب. ألف مبروك. قلنا معاكم حضور أجمل مجسم راح من نص. مبروك الثلاثي المميز. بيتكرمون على المس. راح من الى المركز الذهب. ذهب لان ذهب مجهود الا بتاع مسابقة أجمل مجسم ضباب. راح من نصيب نوره صالح ناصر المزروعي. ألف مبروك. مركز ذهب، مركز ذهب. تستاهلون التكريم، تستاهلون. الناموس. وألف مبروك، ألف مبروك للفائزين في مسابقات اليوم وكافة مسابقات المهرجان. نرحب وياكم على المسرح بكل من سعادة مبارك علي القصيلي المنصوري والسيد عبيد خلفان المزروعي والسيد بطي عبد الله بطي القبيسي. حياكم معنا على المسرح. اليوم بيتكرمون، اليوم بتتوثق صورهم، بتتوثق اساميهم في الدورة 18. اليوم المتميزين بيتكرمون. اليوم المتميزين في مسابقة الذهب، في مسابقة النخبة. خلكم جاهزين يا اهل ليوة، نخبة ليوة. المركز الثالث صلهام حرموس سعيد صالح المزروعي المتميز المنتج. الذهب المشارك في مسابقة نخبة ليوة. ألف مبروك، ألف مبروك. يستاهلون على الإنجاز وعلى الإبداع وعلى التميز وعلى الإنتاج النوعية الفاخرة وعلى الإنتاج الذهب. المركز الثاني ألف مبروك والناموس. تستاهلون. ألف مبروك إنتاج الراقي. ألف مبروك على إنتاج الذهب. يا راعي الذهب يا راعين المناجم. المركز الثاني ورثة عيسى فارس سعيد المزروعي. ألف مبروك والناموس. والمركز الأول سيف صياح سالم طماش المنصوري صاحب المركز الذهب، صاحب منجم الذهب، صاحب الإنتاج الراقي، صاحب الإنتاج العالي. ألف مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك على الإشراف وعلى التميز وعلى الإنتاج وعلى الإنتاج. ألف مبروك المركز الأول في مسابقة نخبة ليوة سيف صياح سالم طماش المنصوري. ألف مبروك، ألف مبروك. تستاهلون. ننتقل معاكم إلى توثيق لحظات المثلث الذهبي. المثلث الذهبي سعيد سالم جابر سعيد المنصوري المركز الثالث في مسابقة الظفرة لنخبة الرطب. المركز الثالث في الإنتاج، المركز الثالث في إنتاج النوعيات الفاخرة
في إنتاج النوعيات العالية، في إنتاج الجودة. ألف مبروك، ألف مبروك. وننتقل مع ثاني عبيد سعيد، راعي الإنتاج وراعي، مبروك على الإنتاج في مسابقة الظفرة لنخبة الرطب. مش أي حد يقدر يدخل نخبة الرطب، هذيل اليوم تميزوا وحفروا أساميهم في الدورة 18 من مهرجان ليوى للرطب، من مهرجان الأصالة والتراث. وننتقل معاكم إلى المركز الأول في مسابقة الظفرة لنخبة الرطب، ورثة عبد الله، هذا عبد الله المرر صاحب المركز الذهب، صاحب الإنتاج الراقي. ألف مبروك، ألف مبروك على التميز، على التميز، على التميز في مسابقة الظفرة لنخبة الرطب. هذيل الناس انتجوا وتعبوا واليوم يحصدون ثمار مجهودهم. ألف مبروك على الذهب، ألف مبروك المركز الأول. اليوم وثقتوا، وثقتوا مكانكم في الدورة 18. ألف مبروك، ألف مبروك. ننتقل معاكم إلى أهل المزارع النموذجية، إلى أهل التميز، إلى المحاضر الثالث، المركز الثالث، خليفة محمد فريح هلال القبيسي. القبيسي وينك يا القبيسي؟ متميز في المحاضر الشرقية. ألف مبروك المركز الثالث خليفة محمد فريح هلال القبيسي. ألف مبروك على التميز. المركز الثاني، المركز الثاني في المحاضر الشرقية، سعيد عتيق محمد عطشان الهاملي. الهاملي يا المتميز، يا المتميز، اسم متميز في مشاركات، في مشاركات المهرجان. اسم تميز واسم راعي ذهب. اسم المركز الثاني في المحاضر الشرقية لمسابقة المزرعة النموذجية. ألف مبروك، ألف مبروك يا الهاملي. المركز الثاني، ألف مبروك، تستاهلون. صاحب المركز الذهب، وينك يا صاحب المركز الذهب؟ هلال خميس سعيد المريخي، المريخي صاحب الذهب، صاحب الإنتاج العالي، صاحب الإنتاج الراقي. ألف مبروك، ألف مبروك المركز الأول في مسابقة المزرعة النموذجية المحاضر الشرقية، محاضر الذهب، محاضر الذهب. ألف مبروك. ننتقل معاكم إلى المحاضر الغربية، المحاضر الغربية، فاطمة عبيد، جمعة المزروعي وأبنائها. المركز الثلاثة الأوائل، المركز الثلاثة عندنا، مركز التميز، مركز التشريف، مركز التكريم، مركز الدرع ومركز الصورة. اليوم يشوفون صورهم في الجرايد، في السوشيال ميديا، في التلفزيون. إنتاج راقي وإنتاج عالي ومزارع واهتمام وإنتاج. المركز الثالث، المركز الثالث في المحاضر الغربية. ألف مبروك وتستاهلون. ننتقل معاكم إلى المركز الثاني، المركز الثاني أحمد عبد الله مبارك البوعينين المزروعي. المركز الثاني مركز من مراكز الذهب، مركز من مراكز التميز، مركز من مراكز الناس المبدعين، مركز من الناس المزارعين المنتجين المميزين. ألف مبروك، ألف مبروك المركز الثاني. المركز الثاني يوثق لحظات إنجازه ولحظة إنتاج التعب ولحظة إنتاج المجهود. ألف مبروك المركز الثاني. والمركز الأول، المركز الأول يا راعي الذهب يا الخيالي ناصر نخيرة، ناصر الخيالي. ألف مبروك راعي الذهب، راعي الذهب، راعي المركز الأول في المحاضر الغربية، راعي الاهتمام، راعي الاهتمام الأول
راعي المحاضر الغربية المتميز في المحاضر الغربية ناصر الخيرة ناصر الخيلي. ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك وتستاهل. هذا ثمرة مجهود الإنجاز والتعب، وألف تحية وألف شكر للجنة التحكيم. لجنة التحكيم أبذلت جهود كبيرة في تقييم هذا التميز، في تقييم هذا التميز من مهرجان لي وللرطب. ألف شكر ألف شكر للجنة المنظمة، وألف شكر للجنة التحكيم. وننتقل معاكم إلى مدن الظفرة، المتميزين في مدن الظفرة. المركز الثالث، المركز الثالث يا أحمد راشد حفيظ المزروعي، المزروعي يا ابن حفيظ ألف مبروك. المركز الثالث، المركز الثالث في التميز في مدن الظفرة. ألف مبروك ألف مبروك، وتستاهل على هذا الإنجاز، تستاهل على هذا المشاركة المميزة والمتميزة. ألف مبروك لأحمد محمد راشد حفيظ المزروعي المركز الثالث. ألف مبروك، وتستاهلون هذا التميز، وتستاهلون هذا التكريم، وتستاهلون هذه ثمرة حصادكم، هذا الحصاد، هذا حصاد اللي زرعتوه. ألف مبروك. المركز الثاني من مدن الظفرة، المركز الثاني حسن سهيل محمد عفصان المزروعي، حسن سهيل محمد عفصان المزروعي المركز الثاني، المركز الثاني من مراكز الذهب. ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك يا ابن عفصان المزروعي. ننتقل معاكم، ننتقل معاكم إلى مسابقة أجمل مجسم تراثي، إلى أجمل إبداع في مجسم التراثي. المركز الثالث، المركز الثالث شم إبراهيم سالم حمد المزروعي. ألف مبروك ألف مبروك للفائزين، ألف مبروك للمشاركين، ألف مبروك لأصحاب التميز. المشارك اللي يكون في هذا المهرجان فهو اسم متميز، مش أي مشاركة مقبولة، مشاركة التميز فقط. ونروح معاكم المركز الثاني، المركز الثاني في مسابقة أجمل مجسم تراثي، نورة صالح ناصر المزروعي. نورة صالح ناصر المزروعي المركز الثاني، المركز الثاني حياك. المركز الثاني في مسابقة أجمل مجسم تراثي، أجمل مجسم تراثي في مهرجان ليوى للرطب. اليوم يوم الختامي، اليوم يوم الناموس، اليوم يوم صفوة المشاركين، اليوم تميزوا المشاركين. المركز الأول، المركز الأول في مسابقة أجمل مجسم تراثي، ضباب جابر سلطان المرر. وينكم يا المرر؟ وينكم يا أهل التميز؟ هل التميز في جميع المشاركات. ألف مبروك على مشاركتكم المتميزة ومشاركة جميع المشاركين المتميزين في هذه، في هذه المسابقات، مسابقات مهرجان ليوى، مهرجان ليوى للرطب. ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك، وتستاهلون. ألف مبروك على هذا الإنجاز، ألف مبروك على هذا التميز، وكل الشكر لعبد الله بطل قبيسي وعبيد خلفان المزروعي والسيد والسيد مبارك القصيلي المزروعي، يعطيهم العافية على على إنتاجهم وعلى تنظيمهم وعلى ترتيبهم وعلى جميع ما فعلوه في المهرجان وللمسابقين. مشاهدينا الكرام، حضورنا الأعزاء، وصلنا معاكم إلى ختام محطتنا الأخيرة في تغطياتنا الخاصة لمهرجان ليوى للرطب بدورته 18 على قناة بينونة.
ويسعدنا في الختام أن نتوجه بالشكر إلى اللجنة المنظمة لهذا الحدث السنوي المميز، لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وإلى كافة لجان المهرجان والداعمين والشركاء وكافة المشاركين. وطبعاً نبارك لجميع الأخوة لجميع الصفوة اللي تميزوا وحققوا تميزهم في هذا المهرجان في هذه الدورة. لقائنا يتجدد معاكم مشاهدينا وحضورنا الكريم من خلال تغطياتنا الخاصة وبرامجنا النوعية اللي نواكب من خلالها أبرز فعاليات المهرجانات الوطنية والتراثية والثقافية. من قناة بينونة نحييكم ونشكركم على حسن المتابعة. دمتم بخير وفي أمان الله.